تعبت. طب وإيه المشكلة ما تتعب؟ هو أنت الناس لما بتدعي لك بتقول لك ربنا يديك على قد؟ هو لو ما فيش تعب ربنا هيديك؟ أمال أنت عاوز توصل لحلمك إزاي يعني؟ وأنت مرتاح ومدلع؟ باشا ما فيش حاجة اسمها نجاح من غير تعب. ولو مش قد التعب ما كنتش دخلت ثانوية عامة أصلا. فكك بقى من الدلع ده بقى. عاوز حد يدلعك؟ روح كتير اللي ممكن يدلعك يا عم، اقعد في البيت. عاوز تسترجل؟ استرجل وانا في ظهرك. هتتمعن هتلاقيني في وشك وبديك بالجزمه. هي سنه عاوزه رجاله، انت بقى من الرجاله اللي عاوزين مصلحتهم؟ اتعب. ما هو انت جاي تتعب عشان ربنا يديك على قد تعبك. لو مفيش تعب مفيش حاجة في آخر السنة، وساعتها هتتعب بقى التعب التاني النفسي اللي هيخليك كاره نفسك سنين كتير قدام. كاره نفسك ليه؟ ما أنا ما تعبتش الأولاني فبتعب التاني. كده كده هتتعب. اختار انت عاوز تتعب أنهي تعب؟ التعب اللي بمزاجك اللي كلها شوية ونخلص منه وجع ساعة ولا وجع كل ساعة، ولا التعب التاني اللي ما بيروحش؟ تعب يوم النتيجة؟ والله يا ابني واسأل اللي سبب بيسيب. بص مش جرح، معجنة مجزرة في جسمك ما بتروحش. بس التعب الأولاني اللي هو بمزاجك ومذاكرة، هو أنت لما بتخلص الامتحان بتاع آخر السنة في أي سنة وبتروح تهيص وتمهيص وتنام وتصحى، إيه المذاكرة بتبقى وجعاك لسه ولا خلاص؟ خلاص. شوف انت عاوز انهي تعب بقى، يلازمك ولا تعب يخلص، ولا انت عاوز ايه؟ مش عاوز امتحانات؟ طب متحق وانا ماسكك؟ هو انا ماسك عليك زل عشان كده انت قاعد؟ امال ايه الهبل اللي انت فيه ده؟ يابا بتخلص بتخلص خلاص، يا تخلص صح يا ما تخلصش اصلا. هتفوق امتى من الغباء اللي انت فيه يا ابني؟ مفيش حد عدوك الا انت، انت اللي عامله في نفسك. بص يا سيدي، ان انا عزمت كل الناس دي على السينما بجد يا مستر. بجد يا ابني. امتى يا مستر؟ خلاص احنا يوم الخميس هنبعت لكم اتوبيسين وناخد الناس ونطلع على سيتي ستار واحجز لكم. لا بجد. بجد يا مستر. ركز بقى، خلاص ركز في الاحداث. بص يا ابني، امتى يا مستر؟ خلاص بقى امتى؟ يوم الخميس الساعه 7 مساء. المهم وكما هو العاده معادنا الساعة 7، كل الناس اتجمعت 6:30. انت عارف ان محدش بيتأخر على سينما، احنا ممكن نتأخر على دارس، نتأخر على صلاة، لكن سينما والحاجات دي احنا ما بنتأخرش، وده كلام معروف صح ولا غلط؟ ولذلك انا بقول لطلاب المحترمين دايما، دي بجد نصيحة، انا مش ضد انك تكون منضبط في ميعادك. يعني هقول لك على حاجة، بص الناس قبل السينما هتلاقي الناس فعلا بتيجي قبل الميعاد بنص ساعة وتجيب علبة فشار كبيرة وتقعد تاكل. طب ما انت زي ما انت حلو كده وبتيجي للحاجة دي جري. انا مش ضدك على فكرة، انا عايزك لكل حاجة بقى تيجي جري، بس لما تبقى حاجة فيها خير او مسارعة الى ربنا سواء علم او عبادة. وسارعوا، ربنا يقول لك وسارعوا الى مغفره من ربكم، صح؟ هتلاقي كل الحاجات اللي فيها علم وفيها دين ربنا بيقول لك سارع فيها. قال لك بص انهم كانوا يسارعون في الخيرات، صح ولا غلط؟ ولا يعملون الخيرات، في فرق بين الاثنين. في نوع من الناس يسارع فيها. فانا عايزك انت بقى لما انت تبقى جاي للخير، لا 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 للخير علم ودين، لا تسارع، ما تقومش وانت عمال تجر رجلك. ولو مقومك لرحله مش هتنام الليل، مش هتنام. يعني انت لو صبح رايح رحله مع حد، انا ما عرفتش انام من اشتياقي. يا سلام يا سلام. في حد كده عايز اقول له روح ذاكر احسن لك، روح ذاكر، روح ذاكر يا لعيب.